عايزين نحط نصوص في الفاليوز في البيفوت تيبل، هل ده يعقل؟ يعني هل حد شاف ده قبل كده في الاكسل؟ طيب ولو شافه، ايه الطريقة اللي قدر من خلالها الناس يوصلوا للموضوع ده؟ ما قعدتش نص ساعة مثلا او ساعة عشان توصل لحاجة زي كده، ده غير طبعا اللخبطة وغير الحاجات الكتيرة اللي انت ممكن تقع فيها وانت بتنفذ الموضوع ده. معانا ان شاء الله هتقدر ان انت تضع النصوص جوه خانة الفاليوز في البيفوت تيبل. ايوه انت سمعت صح، تحط النصوص في خانة الفاليوز جوه البيفوت تيبل بمنتهى البساطة والسهولة ومن غير اي اكواد ولا تضيع وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم، معاكم عبد الرحمن، وان شاء الله زي ما سمعتوا في الفيديو ده هنتعرف على مهارة رائعة جوه البيفوت تيبل زي ما انتم متعودين معانا على كل جديد وحصري. قبل ما نتكلم ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للأفكار الجديدة دي علشان العلم ينتشر بإذن الله لكل الناس. نخش في الموضوع. أنا عندي مجموعة من الأسماء ومجموعة من المنتجات، وحالة المنتجات دي هل هي جيدة، هل مقبولة، وهكذا. أولا علشان نعمل بيفوت تيبل بندوس بالاختصار Alt وقائمة Insert N، يبقى Alt N وبعد كده V علشان أروح للبيفوت تيبل. انا قبل ما احط البيانات دي جوه البيفوت تيبل انا محتاج ان انا اضيف حاجه اسمها add this data to the data model. ايه الداتا موديل دي يا شباب؟ في حاجه اسمها لغه الداكس. سمعنا قبل كده عن المصطلح ده بس مش فاهمينه، data analysis expressions. انا دلوقتي هستفاد ايه من لغه الداكس في الموضوع ده؟ وبعدين انت قلت ان الموضوع سهل وبسيط. تعال نحط البيانات دي في جدول، كنترول تي انتر، خلينا بس كنترول تي ونقول له ماي تيبل هاز هيدر علشان اللي فوق ده هيدر، فنقول له اوكي. هنعمل دلوقتي مع بعض البيفوت تيبل الت ان في، وهنضيف البيانات للداتا موديل ونقول له اوكي. هيفتح معانا الشكل ده. دلوقتي التيبل بتاعنا اسمه تيبل 2، الجدول بتاعنا اسمه تيبل 2. كويس، اجيب الاسماء احطها في الرو زي ما انتم شايفين، وهجيب المنتج واحطه في الكولم. وطبعا لو جبت حالة المنتج وحطيتها في الفاليوز هتظهر زي ما احنا عارفين بشكل صفر، لغة الصفر 01، لان هي نص والنص ما ينفعش يتحط في الفاليوز. طيب هنعمل ايه بقى؟ طبعا بعد ما شفنا الارقام ظهرت عندنا في البيفوت تيبل بلغة 01، هنبتدي ان احنا نعمل تعديل بقى بلغة الداكس او الداتا اناليسز اللي احنا هنشتغل عليها. هندوس رايت كليك، كليك يمين، ونعمل حاجة اسمها اد ميجر. اد ميجر على ايه؟ على التيبل. طيب الميجر نيم، طبعا التيبل نيم معروف اللي هو تيبل 2، الميجر نيم هنسميه مثلا حالة المنتج. ماشي، هنيجي هنا في الفورمولا وهنعمل فانكشن اسمها concatenatics، concatenatics، وهنفتحها. بتعمل ايه الconcatenatics؟ الconcatenatics بتفصل اللغه بتاعت صفر واحد دي اللي هي بتخلي الارقام او النصوص لما تتحط في خانه الفاليو تظهر بشكل ارقام، هتخليها تتحول لنصوص، يعني النصوص لما تتحط في الفاليوز تقرا نصوص. هل الموضوع صعب او معقد؟ ابدا، بس عايزين نتاكد قبل ما نخش المكان ده ان البيفوت تيبل اللي احنا عاملينه دوسنا على العلامه او التشيك مارك اللي هي بتاعت اد تو داتا موديل علشان نقدر نضيف الميجر ونقدر نكتب الفورمولا بتاعت الداكس اللي احنا بنعملها دلوقتي. طيب نبدا كده. بسم الله، التيبل اولا اسمه تيبل ايه؟ تيبل اسمه تيبل 2، فهندوس على تيبل 2. طيب بعد كده ندوس على الكوما. الاكسبريشن بقى اللي احنا اللي احنا عايزين نطلعه ونحطه في الفاليوز وهو نص، اللي هو انهي كولم؟ الكولم بتاع الحاله. كويس، فهندوس عليه. بعد كده ندوس على الكوما. الديليمتر، الديليمتر ده اللي هو وظيفته بقى دلوقتي الكود اللي احنا هنعمله ده او الحاجه اللي احنا هنعملها دي هي اللي هتحول النص ان هو يفضل ويظهر نص في خانه الفاليوز. هنعمل شيفت وط اللي هي علامه الكوتيشن، بعد كده هنعمل كوما، بعد كده ناخد مسافة ونعمل شيفت وطه تاني ونقفل القوس. دي الفانكشن بتاعتنا اللي احنا هنعملها.
اول حاجه اخترنا اسم التيبل، احنا ممكن نغيره من لو هو احنا مش عايزين اسمه تيبل 2 نغيره لاي اسم. بعد كده اخترنا العمود اللي احنا هنحطه في الفاليوز وهو نص. بعد كده عملنا الشكل بتاعنا اللي هو شيفت وطه كوما ومسافه وشيفت وطه وقفلنا القوس. هنعمل دلوقتي تشيك داكس فورمولا عشان نشوف احنا شغالين صح ولا غلط. الراجل بيقول لي زي الفل تمام بسم الله، هنقول اوكي. هنلاقي الموضوع جه معانا اهو بعد ما نصلي على سيدنا محمد افضل عليه افضل الصلاه والسلام. هناخد حاله المنتج كده ونحطها في الفاليوز. ادي السحر وادي الجمال اللي احنا بنتكلم فيه. لاحظوا معايا، احنا دلوقتي خدنا نص اللي هو كلمه جيد وجيد جدا وممتاز دي، حطيناها في الفاليوز ومن غير تعقيد وعملنا دالة بسيطة. خليك معايا، احنا لسه ما خلصناش. عندي هنا حاجة اسمها الجراند توتال وعندي تحت حاجة اسمها الجراند توتال. انا مش محتاج دول، مش محتاج اجمع كام واحدة جيد جدا وجيد جيد والكلام ده كله، والكولم الاخير يقول لي ان في جيد ومقبول وجيد جدا عايز اشيل الكلام ده. اشيل الكلام ده ازاي؟ هدخل هنا في قائمة ديزاين. طبعا قائمة ديزاين بتبقى ظاهرة وانا في جوه البيفوت تيبل عشان ما حدش يقول لي وانا واقف كده هما فين القائمتين اللي انت شغال عليهم دول انا مش لاقيهم. لا، لازم تكون واقف جوه البيفوت تيبل. ماشي، انا دلوقتي في قائمه ديزاين. هدخل في حاجه عندي هنا اسمها جراند توتالز. جراند توتالز هل انا عايزها في الروز اند كولم؟ لا، انا مش عايز الجراند توتال ولا في الرو ولا في الكولم. بمجرد ما بعمل كده شباب لاحظوا معايا ان ظهر دلوقتي عندي ان الثلاجه او الغساله بتاعت سيد حالتها مقبوله وعامر البوتاجاز جيد جدا، وهي دي نفس البيانات، ادي عامر البوتاجاز وجيد جدا والكلام اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم فيه. دي كانت ابسط طريقه ممكن من خلالها تحط البيانات النصيه في خانه الفاليوز جوه البيفوت تيبل. لو عجبك الفيديو عجبك الطريقه ما تنساش تعمل زي ما قلنا لايك وشير وسبسكرايب، ما تزهقوش ان شاء الله. احنا نفسنا نوصل بالفيديو ده لاكتر عدد ممكن من الناس ونوصل بالقناه بتاعتنا ان شاء الله لمليون واتنين مليون مشترك باذن الله بيكم. نقدر نعمل ده. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وببقى سعيد جدا بالتعليقات بتاعكم. اي حد محتاج اي حاجه او فيديوهات جديده في موضوعات معينه يبتدي ان هو يكتبها لي في الكومنتس، بقرا كل الكومنتس على كل الفيديوز. ما تنسوش تشوفوا المحاضرات اللي فاتت في مهارات تعلم الاكسل، هتلاقوا فيها مهارات جديده ومختلفه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومهارات رائعه ومختلفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.